عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون الخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسون الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، وناقش الجانبان العلاقات المصرية الدنماركية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتأتي المباحثات لتعزيز وتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد الراهن.